قيادات سياسيه مخلصه في العمل من اجلها، ورزق من الخيرات لا مثيل لها، الا ان الله ابتلاها باهل شر ناقمين عليها. يتمنى لكم الحسن كمدا لكل خير يسوقه الله اليها. يطلون علينا بين الحين والاخر، سلاحهم الاشاعات وهم الكاذبون، ويدعون الوطنيه وهم الخائنون، ويتصنعون الحب وقلوبهم بالحق ملأى ولمصر واهلها كارهون. وما ان تسعى مصر لتنظيم الانتخابات الا وتراهم قبل اجرائها يصدونكم عنها، وحال اجرائها ينسبون خيطا من الشائعات الكاذبه حولها، وبعد اعلان نتيجتها يطعنون فيها، لا لعيب فيها بل لسوءات فيهم ودناءه في نفوسهم. ابناء مصر، ابناء مصر، لا تسمعوا لهؤلاء ولا تصبر دعواتهم ولا تعيروا اذانا لشائعتهم. وقفوا خلف مصر وطلبوا وخوضوا سباق الانتخابات مترشحين وناخبين، مارسوا حقكم وادوا واجبكم، خيبوا امالهم وردوا عليهم كيدهم. فحب الوطن والولاء ليس امرا تتنازعه الاراء والاهواء، ولا يمكن ان تضحى خيانه الوطن يوما ما. وجهه الساعه 9 صباحا حتى الساعه 9 مساء بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين 11 و 12/8 2020، وتعلن النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19/8/2020. كما تجرى انتخابات قاعدة المصريين بالخارج يومين الأحد والاثنين الموافقين 6 و 7/9/2020، وتجرى انتخابات الإعادة بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و 9/9/2020. وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد الأقصى يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020.